السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الكيكه بالزنجبيل والقرفه، كتجي زوينه بزاف والمقادير فيها قلال. اهم شيء انها دغيا كطيب، دغيا كتوجد. فيها ثلاثه البيضات، فيها كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الماء، كاس ديال الزيت نباتي، فيها جوج معالق ديال العسل. كيف ما كان العسل ماشي ضروري يكون داك الحر. معلقه ونص ديال القرفه كبيره، بعبار معلقه كبيره، جوج معالق ديال الزنجبيل، قشور ليمونه وحده، 16 غرام ديال بيكن باودر. صافي، وكنخلطوا الكل مزيان، وكنضيفوا 200 غرام ديال الدقيق. صافي، وكندخلوها الفران على درجه 200 ونشعلو غير من التحت حتى كطيب وكتنفخ، عاد لي كنشعلو من الفوق تحمر شويه وتزين حسب الرغبه. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر، كنتمنى انها تعجبكم، وشكرا لكم بزاف وعشركم مبروكه، تدخل عليكم الصحه والسلامه ان شاء الله.